الجدل المجتمعي حول قضية تولي المرأة القضاء لم يكن بسبب العمل، الجدل كان بسبب أن الوعي الثقافي والمجتمعي خلال الفترة دي هو عدم تقبله لجلوس المرأة على منصة القضاء ودخولها القضاء في ذاته. لكن لو هنتكلم عن الكفاءة، لو هنتكلم عن العمل، فمفيش أي سبب كان يمنع دخولها. بتصور ان وجود قضية على المنصة بياخذ في الاعتبار، وخاصة في المداولة ما بين القضاء واثناء قبل كتابة الحكم، اعتبارات كتير جدا للمتقاضين او للمتقاضيات بالذات. لما تيجي تتكلم عن قضايا عنف اسري او قضايا فيها علاقة بعنف جنسي أو اغتصاب أو ما تصورش أبداً أنه ناجية من قضايا زي دي هتبقى قادرة أنها تقف أمام منصة من القضاء وتتكلم في التفاصيل اللي مهمة جداً أن القضاء يعرفوها حتى يأخذوها في الاعتبار وفي الحسبان أثناء كتابة الحكم. فكرة النقل من هيئات قضائية أنا بعتبرها تعيين مبتسر، تعيين قيصري، ملهوش مواعيد مسبقة معلنة. فالخطوة الأعظم والأهم إنه الباب التمييز بكافة أشكاله يتقفل، ويكون هم ليهم إن هم يقدموا بعد التخرج مساواة بزملائهم.